مرحبا، أنا علاء الدين العالم، خريج أدب عربي جامعة دمشق وخريج دراسات مسرحية من معهد العالي للفنون المسرحية، وبشتغل صحافة من 10 سنين، صحفي مستقل. هذا بحثي الأكاديمي الأول، وهي تجربة البحثية الأولى مع اتجاهات، وكانت بعنوان معايير جودة في المسرح السوري المعاصر، العروض ذات الإنتاج المستقل أنموذجا، والمجال الزمني تبعها كان بين 2009 ل 2015. إشكالية البحث بشكل أساسي هو سؤال ما هي معايير الجودة في المسرح السوري اليوم؟ بمعنى آخر، هي ما هي المعايير للعمل المسرحي الجيد؟ هاي الإشكالية كان الجواب عنها في اعتماد على منهجية معينة، اعتمدت على نظرية بيير بورديو بالحقول الاجتماعية، واللي هي بسرعة خاطفة بتقسم المجتمع لحقول مستقلة نسبياً، حقل ثقافي، حقل رياضة، حقل سياسة، وداخل كل حقل في مجموعة من الصراعات ما بين الفاعلين المكرسين بمعاييرهم القديمة وما بين الفاعلين الجدد بمعاييرهم الجديدة. وهذا تماماً اللي درسته بالمسرح السوري، هو وتحديداً بالعروضات الإنتاج المستقل، واللي هو ما هي المعايير اللي طرحها المسرحيين الجدد، أو اللي طرحها بعبارة أخرى المسرح السوري المستقل، واللي هو منتج بدعم من مؤسسات مستقلة، على خلاف المسرح السائد سابقاً، وهو المسرح الحكومي المنتج من قبل مديرية المسارح والموسيقى أو من قبل المعهد العالي للفنون المسرحية. بمتن البحث كانت السؤال الأساسي، ما فيني أنا أحدد معايير الجودة دون تشريح كامل حقل المسرح السوري من عروض ذات إنتاج حكومي أو عروض ذات إنتاج مستقل، وما هي الفرق بين المعايير اللي حددها الإنتاج الحكومي أو اللي كانت سائدة وبين المعايير اللي حددها الإنتاج المستقل أو حددها المسرح المستقل. لنفوت أكثر بالبحث بالجانب التطبيقي، نظرية بورديو طويلة ومعقدة واختصرناها، بس لنفوت للجانب التطبيقي. بقول إنه بالجانب التطبيقي اللي اكتشفته هو إنه أثناء شغلي على البحث، إنه الثورة السورية أو بمكان أماكن هذا الحراك اللي صار بسوريا، شو هو تأثيره على المسرح بشكل مباشر، ما كنت معني بقدر ما كنت معني أنا بشو تأثير الثقافة المستقلة داخل سوريا، واللي هو ما كان سائد بالفترة السابقة. هاي المؤسسات المستقلة اللي أنتجت عروض تمويل مستقل، هاي العروض شو اللي كان بيميزها أو بيفرقها عن عروض المسرح القومي أو عروض مسرح الطفل أو اللي هي عروض تابعة للهيكلية الحكومية. والمعايير اللي خلصت لها بالنهاية، معايير الجودة تحديداً، هي كانت المعيار الأول الواقعية أو العودة نحو الأصول، بحيث أني لاحظت أنه كل العروض المستقلة اللي أنتجت بهاي الفترة تحديداً هي نهجت هذا النهج، نهجت لاتجاه تقديم مسرح واقعي. اثنين، كان مفهوم الدراماتورجيا، هو هذا المفهوم كيف تقدم وكيف لقيناه عنده فهم مختلف بين عرض واخر، بس اللي بيجمع هو حضوره بالوقت اللي كان بالتسعينات على سبيل المثال. هو مصطلح ما أنا حاضر بكل بروشورات المسرحيات، بينما بنشوفه بين 2009 و 2010، يعني في مقارنه سريعه بين ما بين 2000 ل 2009 كان نشوف 1 من 10 عروض مكتوب كلمة الدراماتورج أو الدراماتورجيا، بينما بين 2009 و 2015 تغير الوضع تماما، تحديدا مع الإنتاج المستقل صرنا عم نشوف 8 من 10 عم بيوصفوا توصيف الدراماتورجيا. المعيار الثالث كان معيار الاقتباس، أو يعني بمعنى ثاني هو حدود جديدة للاقتباس، هو آلية الاقتباس كيف تغيرت هاي الآلية، شو وكيف صار في وفاء أو التزام بالنص أكبر من المرحلة السابقة اللي كان فيها يد المخرج طليقة مع آلية الاقتباس. حددت المعيار الرابع قبل ما نفوت المعيار الرابع، كان هو التبييق،
وهي العملية إلى أكثر من مصطلح، الحد الثاني أو التبييب، واللي هي بتعني نقل النص من سياقه الأساسي سواء كان فرنسي مصري بريطاني للسياق السوري. هاي العملية لاحظناها كمان بجل العروض ذات الإنتاج المستقل اللي صارت ما بين 2009 و 2015، واللي هي اعتمدت تحويل النص من سياقه الأصلي للسياق السوري. هاي المعايير لو وصلت لتحديدها كان مستلزم دراسة مطولة اعتمدت فيه أنا على الإنتاج المستقل، والسبب في ذلك أنه الإنتاج المستقل هو الفاعل المتحرك بالمجال، بينما الإنتاج الحكومي هو الفاعل الثابت. فأنا عندما أدرس المتحرك بالضرورة رح يكون واضح مع رح أطلع على حركة المجال كاملة. فيني أقول أنه هاي المعايير اللي هي بمثابة نتائج وصلت لها بالبحث هي معايير ما أنا ثابتة أبداً، وهي هذا البحث نفسه إذا نرجع من قدمه بعد 10 سنين رح تطلع معنا معايير أخرى تماماً، يعني هي معايير مرهونة بالوقت. بالنسبة للتحديات، التحدي الأساسي كان التنقل، يعني التنقل اللي هو فرض علي أنا بوجودي بدمشق، فرض علي أني أنا أطلع على العروض ذات الإنتاج المستقل السورية المعروضة فقط بدمشق، وهذا بيغفل العروض ذات الإنتاج المستقل السورية اللي تقدمت بلبنان وهي أكثر من عرض، واللي منها عم يتقدم أوروبا وهلأ صارت بزخم أكبر وبعدد أكبر. التحدي الثاني، فهذا التحدي التنقل كان بشكل أساسي، يعني أنا للبنان ما قدرت إيجي، فكان هذا التنقل واحد من المشاكل الأساسيات. التحدي الثاني هو البحث، بس هي لي أنه انتهى لقيته بصل لإشكالية أخرى، وهي إشكالية الثقافة المستقلة وآلية عمل المؤسسات المستقلة بشكل عام، مؤسسات مستقلة ثقافية، عم نحكي عن أفاق، عم نحكي عن اتجاهات، عم نحكي عن المورد، كيف تعمل هاي المؤسسات وآلية إنتاجها، وما هي دور كل أو ما هي عناصر كل دورة إنتاج منها. ولهيك البحث هو واصل لمكان، هو خطوة، ما فيني أقول إنه هو منتهي، هو خطوة تجاه بحث أكبر بتمنى يتاح لي فيما بعد لا توسع فيه بمجال المؤسسات المستقلة.